الشرعيين. العلماء عادة إذا ذكروا سورة فصلت يذكرون سبب نزول أولها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ملأ من قريش وهو غائب عنهم، فقال بعضهم: أيكم له علم بالشعر والكهانة والسجع حتى يأتي محمدا؟ فكان عتبة بن ربيعة من أعلم القوم بهذه الأمور، له علم بالكهانة، له علم بالشعر، له علم بالسحر، وهم كانوا يزعمون أن محمدا لا يكاد يخرج عن واحدة من هذه الثلاث. فقالوا لعتبة بن ربيعة: ائت محمدا. فجاء عتبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فبدأ به يقلل من شأنه، قال: أنت خير أم قصي؟ وهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت خير أم هاشم؟ وهذا الجد الذي ينسب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أنت خير أم عبد المطلب؟ وهذا الجد الأول لنبينا عليه السلام. أنت خير أم عبد الله؟ يقصد والده، يقصد والد النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك والنبي لم يجبه بشيء، ثم أخبره أنه سفى أحلامهم وعاب دينهم وضلل آباءهم، وأنه لا ينبغي له أن يصنع هذا، وأنه مخير إن كان يريد الرئاسة، إن كان يريد النساء، إن كان يريد المال، فإن ما يطلبه محقق له معطى إياه على أن يكف عن دعوته. فلما فرغ عتبة من كل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أسمع. فتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون، إلى قوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما وصل إلى هذه الآية قام عتبة وأخذ بيده على في أي فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشده الله والرحم أن يتوقف خوفا من أن يصيبه العذاب، فعاد إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به، فعيرته قريش، فزاده ذلك والعياذ بالله كفرا حتى قتل في يوم بدر. وليس كل أحد يتعظ بما يكون له، وليس كل أحد يعرض عليه الإيمان يقبله، فالهداية بيد الله. فالمؤمن يفرح يحمد الله جل وعلا على أن الله عز وجل رزقه الإيمان. المسلم اليوم يسمع القرآن من إمام مسجد ندي الصوت فيخشع قلبه وتذرف عينه، وهذه رحمة من الله جل وعلا ساقها إليك. وهذا الرجل يسمع القرآن من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، من خاتم النبيين، ممن أنزل عليه القرآن، فلا يتحرك قلبه بل يزداد كفرا وعنادا. كل ذلك بسبب قرناء السوء كأبي جهل وغيره الذين زينوا له ذلك العمل، وأخذوا يعيبوه، وأخذوا ينقصون منه، ويخوفونه أن الناس تعيره أنه يكون تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فخاف على المجد أن يضيع، وخاف على الرئاسة أن تذهب، وخاف على العز أن يذل، وهو يظن أن ذلك واقع، وذلك لم يقع، بل العزة كلها كما قال الله عز وجل: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلما خلا قلبه وعقله من ذلك كله بقي على ضلالته حتى قتل يوم بدر. فهذه